1948 لجأنا لمخيم برج البراجنة. نحن اجينا على هذا المخيم لجأنا لإله، فكان هذا المخيم عبارة عن 30 خيمة، وكان في خيمة واحدة كانوا فيه يدرسوا فيها. عملوا هاي الخيمة أساتذة إجوا من مهجري ترشيحة، كان كم أستاذ وعملوا هاي الخيمة. وما كان في عنا أكل وما كان في عنا شيء، فكان يجيب الأكل الصليب الأحمر، وبعد هيك صار في عنا الإنروا، فصارت يجيب لنا الأكل والمساعدات الطبية والمساعدات العلمية. 1954 الخيمة اللي كانت بيت صارت بيت، والمدرسة اللي كانت خيمة صارت مدرسة، وبعدنا منكوبين وعندنا أولاد. إذا فتنا على كل خيمة من هدول اللي صاروا بيوت منلاقي كتير في أطفال منكوبين. هدول الأطفال مش بس ما بيلاقوا مكان يلعبوا فيه، ما عندهم مكان يكونوا فيه أطفال، ومعظم الأطفال خلقت برا بلدها وماتت برا بلدها. فهدول مش بس عم بيعانوا من مشاكل صحية واجتماعية اقتصادية أخلاقية تربوية، عن جد النسيان عدو الذاكرة. طب كيف بده يتذكر الطفل الفلسطيني هو مش قادر يستوعب بالحياة اليومية اللي عم بيعيشها بالمخيم؟ كيف بده يتذكر عن فلسطين جده أو سته والكبار عم بيموتوا والأطفال عم بيضلن يتذكروا عن طريق المدرسة أو الروضة؟ خبرونا جدودنا قبل النكبة وبعد النكبة عن فلسطين، قبل النكبة وبعد النكبة. فهل يا ترى الأطفال رح يحبوا فلسطين قبل النكبة مثل ما بيحبوا فلسطين بعد النكبة؟ ومين المسؤول يذكرهم بفلسطين قبل النكبة وبعد النكبة؟ طب هن ليش بدهم ينسوا فلسطين؟ ما هي فلسطين. أنا أولادي بيسألوني ليه اليوم ما في مدرسة عنا؟ إنه إحنا اليوم عطلين. ليه؟ عشان ليه؟ بقولن عشان نكبة فلسطين. بالنسبة للأولاد أو الأحفاد منفهمهم إنه نحن بلادنا فلسطين مش هالبلاد، وبلدنا الأصلية كويكات، فيها خلقنا وفيها طرارانا. وإذا سألتي الكبير والصغير من أولادي وأحفادي يقولون أن بلدنا كويكات في فلسطين، والمربيات في الروضة، المعلمات في المدرسة والمعلمين، إنه أنتوا أرضكم فلسطين، بلادكم فلسطين، احتلوها اليهود بالقوة. الطفل يعني يشربها من هو صغير انه شو هو وطن فلسطين وليش هو مش بوطن فلسطين، هو انه هو طفل لاجئ، وانه احنا دائما بنحل لنرجع فلسطين. يعني بلشت انا من اسبوع حكيت لهم عن حدود فلسطين، شو هن الديانات الموجوده، اماكن الصلاه، حتى في كمان يعني نشاطات بنطبقها معا عملي، ونشاطات كمان انه بيطبقوها عني على البطاقات. طيب شو هن الديانات السلاسل اللي في فلسطين؟ الإسلامي. الإسلامي؟ المسيحية واليهودية. طيب الإسلام وين بيصلوا؟ بالجامع. والمسيحية وين بيصلوا؟ بالكنيسة. بالكنيسة. واليهود؟ بالكنيسة. بشو؟ كنائس. علوها أكثر؟ بالكنيسة. شو يعني؟ انه ما بيعرفوا شو هي نكبة فلسطين. بقول ان يوم ما احنا انتكبنا والانجليز يعني الدول العربية تآمرت على قضية فلسطين،
ملوك العرب كيف عملوا اتفاقيات كثير اتفاقيات لحتى سموا هذا هو يوم النكبة. أنا حكيت لهم حسب القصة اللي حكيت لهم إياها، كل يوم بعيدها كل يوم الصبح قبل ما أبلش بالنشاطات بحكي لهم قصة كيف طلعنا من فلسطين. هاي كمان البنت حكيت لها مثل ما حكيت لها رسمت. هاي البنت سورية. كثير حلوة. هاي رسمت كمان. من وين؟ من فلسطين. اي مخيم الشباب. من فلسطين من وين؟ حق لعبي. الكابرة؟ حق فلسطين؟ اه. حب المخيم؟ كيفا؟ كان بفلسطين بس لما اجوا الاسرائيليين هجوا. ولا انت من وين؟ كان بفلسطين بس ولدت سنة 1936، نشأت وترعرعت في هاي القرية، ولما خرجت من القرية في شهر النكبة شهر أيار كان عمري 12 سنة، وهنا قال أهل البلدة بما أن اليهود يرتكبون هذه المجازر نخشى على نسائنا وأطفالنا إذا اقتربوا منا أن يفعلوا كما فعلوا في دير ياسين وغيرها، فكان الرأي أن يبعدوا النساء والأطفال عن القرية ويبقى الرجال للدفاع عنها، وهكذا كان. كنا قريبين من بيت مختار جد، وبقينا في ضيافة المختار تلك الليلة لأنه أبى المختار أن يتابع السير على العباسية. ليش على العباسية؟ لأنه في بلدنا اثنين متزوجين من نساء من العباسية. والله لما كنا احنا فلسطين احنا كنا قاعدين وعادين ومبسوطين وقلنا أراضي وقلنا وعنا يعني بستاننا 65 دلم بستان أبوي قاعدين. إجا واحد قام قال لأبوي بيع البقرات وبيع وروح حاسب يعني على الحسبة انه عشان انه بدها تسقط البلاد. هذا اسمه رباح العوض الزلمي هذا. قال له ابوي زلمه شو هالحكي؟ قال له والله انا هيك بقول لك، والله احنا قاعدين ما شفنا الا غير اجوا اليهود على بلدنا على ام الفرج. اجوا وصاروا ياخذوا الشباب الكبار اللي قدك هيك والختياري والولاد الصغار صاروا يحطون على نور وفوتوا على لبنان، فوتوا على لبنان. يقولوا اجينا على بلد اسمه معليا هناك على بلد اسمه معليا. اجينا بدنا نرجع على شو بدنا نضلنا قاعدين احنا وارضنا ومالنا ومصارينا وكل اشي بلبنان بفلسطين. رجعنا على فلسطين. لما رجعنا فلسطين قالوا لنا انتوا شو جابكم لهون؟ اجوا بدهم يقوسونا يوما احنا وابوي ختيار ابوي كان. اخذوا اخواتي واحنا رجعونا، اخذوا اخواتي الثلاثه. طلعنا وضلينا هي هذيك الطلعة ما عداش رجعنا. كم جيل انت ربيت؟ كم جيل؟ ربيت ثلاث جيال. لقيت الكل بس حطيت تذكر الأولاد والأحفاد إني قلكم وطن بفلسطين محتل وإلكوا بلد هدمها اليهود وهذه آثارها تدل عليها. لبنان أنتم خلقتم في لبنان ولكن ليست وطنكم، وطنكم فلسطين وأرضكم في فلسطين. يعني الأولاد بيعرفوا العادات والتقاليد اللي كانت ببلدنا، بنعلمهم إنه إحنا أصحاب الأرض وأصحاب البيوت أصحاب المدارس أصحاب المساجد. يمكن بكرة ابنك إن ما رحت أنت ابنك بده يروح عليها لفلسطين، ومستحيل إحنا نتنازل عنها مستحيل. يعني لو آخر يوم لو آخر طفل فلسطيني مستحيل يتنازل عن بلدنا.
الطفل بيعرفه من أي قرية، بيعرف إنه هو لاجئ بلبنان مش لبناني، هو من قرية بفلسطين. بقول أنا من كويكات قضاء عكا، بس أنا ساكن ببرج البراجنة، مخيم برج البراجنة بلبنان. أنا بدي أرجع على بلدي، أنا بلدي اسمه فلسطين، أنا قريتي اسمها ترشيحة، أنا قريتي اسمها الكابري، أنا قريتي اسمها علمة، شعب يعني يافا عكا. فالروضة كتير بتربي الطفل على حب الوطن وعلى المعلومات للتاريخ وجغرافية فلسطين وتراث فلسطين. عن فلسطين نصغي منيح لحتى ننتبه. احنا كنا عايشين بوطن اسمه فلسطين، بلدنا فلسطين كتير حلوة يا يحيى. يوم من الايام احنا ونايمين اهالينا صاروا يسمعوا صوت اقواز من الاسرائيل. قالوا شو هذا صوت الاقواز؟ فقالوا ابصر شو صاير. صاروا يرقدوا الناس من هاي الجهة ومن هاي الجهة. قالوا إسرائيل بدهم يطلعونا من بيوتنا ويحتلونا وطننا فلسطين. فإجوا يا أحمد، إجوا حملوا شوية تياب وسكروا البيت وقالوا يومين وراجعين على بيتنا. يومين ورا يومين، يومين ورا يومين، صاروا أسبوع ورا أسبوع، أسبوع ورا أسبوع. بعد مهمي ناطرين ليرجعوا على فلسطين، ناس راحوا على لبنان، ناس راحوا على الأردن، ناس راحوا على سوريا. عايشين احنا بمخيمات، اول ما اجينا قعدنا بهالمخيمات ما كان هيك بيوت فيها بطون، كانت بيوت كانت خيام. بعدين شوي شوي بعد البيوت الخيام صاروا يعمروا شوي ببيوت زينكو. بعد البيوت الزينكو صرنا نعمره كله بطون وسقف بطون. انا اسمي محمود من الكابل. يلا غفران. انا اسمي غفران من فلسطين الكابل. انا اسمي عيا من فلسطين ومن الكابل. انا اسمي يحيى من فلسطين من الكابل. في عندي كتير أطفال بتروح على البيت مثلاً بتقول مثلاً لستاً لأمّاً لأبوهن أنا من كذا، أنا هيك أنا هيك. فدائماً الأم بتقول أنا ابني بيعرف أحسن مني، أنا ابني بيعرف أكتر من أبوه، بيعرف شو بلده شو بتشتر شو فيها شو. حتى كمان حتى شجرة الزيتون لما كيف كيف تتقطف الشجرة شو هي الطرق وكيف بتدحرج حبة الزيتون على الأرض بيقدروا يمثلوا لك إياها، يعني لأنه نحن من كتير النشاط بنعمل له أهمية. بعرفوا غناية حلوة كتير يا خالد اسمها زقزق عصفوري وغنى. بعرفوا تغنوا؟ طب ما غن من زمان قولوا لي. زقزق عصفوري وغنى بتراب بلاد اتحنى، غنى دوري في البستان وارد جوري في عنا. يا الله محلى الرمان محلى جمال وبيافا، محلى جمالك يا فلسطين يا ريال اللي شافا. عنا بحر وصيادين، عنا مراكب تحملنا، عنا سوري بعكا كبير وكروم العنب والتين. لما تشوفوا فلسطين أحلى منا ما بيصير. لما بحبونا أخذوا أرضنا لازم نرجعها. إذا بتقدر ترجع أرضك؟ أخذوا أرضنا فلسطين. حبها أنت يا فلسطين؟ ليه بتحبها؟ إنه بتحبينا. مين عنده جد هون قاعد بعده عايش؟ أنا. أنت بعده عايش؟ قد عمر جدك؟ أربع سنين؟ أو أنا لا 15 كمان؟ مين عنده جد أكبر من هيك؟ أحمد تعال تعال يا محمد. ندى تعال. نحن بفلسطين يا جدي طاف الزيتون كانوا الرجال والنساء يصيروا يغنوا
النسوان تغني والرجال تقول عتابة وميزنة. حتى في أحد الشعراء اللي كان يحب وحدة تزوجها وبعدين طلقها، إنما لا زال بحبها. فشو سماها؟ سماها الجفرة. والجفرة شو بتعني؟ بتعني السخلة اللي عمرها 4 أشهر وانفطمت عن أمها. جفرة، من لم يعرف جفرة فليدفن رأسا في الرمضاء. أرخيت سهامي قلت يموت القاتل. ولما كانوا يروحوا على التين يقطفوا التين ويحطوه بالصناديق ويروحوا يبيعوه بعكا وبحيفا الزايد عن الاستهلاك المحلي، وكان في شغل كتير، وكانوا ييجوا عمال من جنوب لبنان يشتغلوا بفلسطين، وكانوا في عمال سوريين بيساعدوا بحصاد الأرض وبقطيفة الذرة. هذا الكلام اللي عم نحكيه يا جدي، بس تكبروا إن شاء الله وتتزوجوا ويصير عندكم أولاد، كمان علموا لأولادكم. الوطن المسبي، الزهرة والطلقة والعاصفة الحمراء. جفرة، أنا كل يوم بحكي له قصة عن فلسطين، إنه كيف كنا عايشين، وين بيتنا، بيتنا الحقيقي مش هون، هذا بيتنا مش بيتنا هون. هلأ بيتنا الحقيقي مش هون، إن إحنا بيتنا الحقيقي بفلسطين. بدي يجي يوم من الأيام إنك تكبر وتروح تسأل، إن كنا ميتين بدك تروح تسأل، وفي معانا وراء ببيوتنا، في معنا وراء ببستاننا 65 دولم مثلا أرض، في إلنا بيت بالبلد بالمدينة يعني، وفي إلنا بيت بالبستان، وبستاننا مساحته هالقد وهالقد وهالقد. تأخذ هاي الوراء معاك تثبت إنه هذا إلك البيت، انت لك بيت بفلسطين. انا شفتي هذا ابن الصغير، ابننا الصغير لو بيكون لا ثالث ولد عنده من الاجيال بنضل جيل فاهم جيل. حتى بدنا عاملين هناك مثل فرقه دبكة تراثي فلسطيني، يعني اول طلعتهم بكل مناسبه بالدنمارك بيروحوا بدبكوا عشان يفرجوهن انه احنا انه هاي انه الشعب الفلسطيني انه مهما كنا باخر الدنيا بس احنا يعني الاصل دمنا فلسطيني، اصلنا فلسطيني، الروح اللي فينا فلسطيني. حتى التفكير احنا لما التفكير هلا انا لما بروح بالدنمارك اول ما رحت لهنيك بدي اعرف عن نفسي هقول ان انا فلسطينية، أنا من لبنان بس أنا الأصل فلسطينية، يعني بركز على الأصل فلسطينية. أنت فلسطيني ولا لبناني؟ بقول لي أنا من فلسطين. أنت من وين؟ فلسطين. بدنا نرجع فلسطين، بدنا نرجع بستاننا. فلسطين بستان. نقعد ببيتنا اللي بفلسطين. لا بيتنا فلسطين. أنا حابب أرجع فلسطين. أنا حابب أرجع فلسطين. كيف بدك ترجع فلسطين؟ بدنا نحارب. بدنا ندافع. عن فلسطين. عن فلسطين. عن أرضنا. عن بلادنا. عن أرزاقنا. عن أملاكنا. أنا فلسطيني فلسطيني فلسطيني. ارفع إيدك. فلسطيني. إيه فلسطيني فلسطيني. إيه كم عليك التنتين؟ حلو الواحد بين فترة وفترة يحكي عن بلاده، يحكي يعبر. لأنه الإنسان إذا ما حكى عن بلده وعن شو فيه بشعوره ما عبر بحس حاله مخنوق. عرفتي لما عمرت امي هون البيت ضلت تحس انه ما بدها تحط شيء لانه عندنا امل نرجع، عندنا امل نرجع، عندنا امل ببلادنا. بس هلا لو تغيرت فلسطين اذا احنا رجعنا صدقيني بنتاقلم مع بلدنا. اللي بخلينا نتاقلم هون وببلاد اوروبا برا مش راح يخلينا نتاقلم بالبلد اللي احنا متنا وعشنا واهلنا واخواتنا ماتوا عشانه. انا اسا بقولوا لي اسا انت متذكره، بقول لي اسا ينزلوا لي من النقوره من هون
ينزلوني بروح ماشي وبدلكم وين بستنى وبدلكم وين بيتنا. وكان عمري بس 8 سنين.